مرحبا بكم حبوباتي، واش راكم اليوم؟ رجعت لكم بفيديو جديد، حابه نشارك معكم حفله عيد ميلاد ديال خالتي. كوم الزفله كنت في حذايين مختليم، ان شاء الله هقلي كنتو بخير. اسكيفاي غاف بارطاجي وان لا جورني اسعد افيك ما فامي. ناخذ ماس لانيفيرساري مع طونت، نسعد دون تري با جورني الوحيد. وديت لا فيديو امي تاغارا ايوا كنا تزرم داشو نخدم اكيد واشو نسوجد الى جورني ياكيني. إيه كما تزعموا الكلية فاغو ليش صافي كوش نسوجدي في تسوكخام كوش تكخامي تنخدم. وليت لا فيديو أمي تسجارة وتسو ثارة جديدة أكومنتير جام إي بارتاجيت لا شانيو إي خمس أبوني إلا نشرى الغاشي توليني إخذي منارة أبوني في غسنيني روح في رسوة دا خمس أبوني أكتيفي لا كلوشي وكنا وندي تاوضي يالي جديد إدن تالا اي لاشيني ومازال تجديد سي بور سا وعاد تلحي مليح وعاد فغيت انكوراجي مي تخم ابوني تسمحوا لاشيني وتولي ملي فيديونا ايوا كنا نساوي كثر وكثر بيني الهان يقدر زرع هذا شو تحملهم صافي عاون فيه شويه صغار وان شويه صغاري. وكاين اللي يشوفوا لي فيديو ديالنا بصح ما اشتركوش في القناه، حابه نقول لهم اشتركوا على خطر القناه ديالنا جديده ونحتاجوا للدعم ديالكم، وحابه تشاركونا افكاركم وتقولوا لنا واش تحبوا في الفيديوهات القادمه. ايه وتعطي العرف لون ما نطولش عليكم، راح نوري لكم اول حاجه درتها وهي الكيكه. شوفوا الطريقه وكيفيه التحضير. نكيني ذا جي خمغتينا المقلة وتكرار زي خمغتي تكرابي تتاقيه تاوينا راخلان الوقف. انا يا درت كيكة المقلات باسكو سهلة وما تديش بزاف ديال الوقت وتجيه شيشة وبنينة. انا يا هنا يا استعملت اربع بيضات، كأس حليب وكأس الا ربع سكر واثنين ملاعق كاكاو ونصف كأس زيت وزوج أكياس خميرة الحلويات وملعقة صغيرة فانيليا والفارينة بيانسور. نبدأ ونخلط البيض مع السكر مليح حتى يذوب السكر. أنا رويثي ملالين يأكل سكر بيان ونضيف الحليب شوية شوية، أنت رايف كي شوية شوية، ونزيد الزيت والكاكاو والفانيليا ومن بعد نزيد ملعقتين فارينة مع الخميرة ونزيد الفارينة حتى نتحصلوا على الخليط ونزيد الفارينة حتى نتحصلوا على خليط متماسك. أنا هنا استعملت حوالي كأس ونصف فارينة وكي نخلص نقسم الخليط على أربعة ونخليه في المقلاة باش يطيب. كي يطيبوا نشربوها بالسيروم ونزينوها بلاكريم والتزيين اختياري. انا هنا يا زينتها بحوايج بسيطه thank you.
راهي الكيكه ديالي واجده، زينتها بطريقه بسيطه وسهله، ان شاء الله تعجبكم باسكو لا فامي كاع عجبتهم. باتيسيري نو اتسنت كفا زينات الحوايج تمشي طاح سامبل، ان شاء الله تنيو يعجبكم. وكي خلصنا رحنا ديراكت لدار جدي، على بالكم كامل ما بعدش بعدينا بزاف، راهو غير في القريه. اكن كانين كفا نروح ديريكت سخام جدي فزام ويفيد على مليح داكي كان يصدر في قلا اون بليس ولا شي صغار نروح كانابي يكن الوحيد ذا في حريش كيف. ورانا وصلنا وبدينا التجهيزات ولقينا خالاتي وجدو تاني الكيكات اقلا نبضد ايا نفذا ديريكت نسوجي دي لانيفيرسير. كما سوالي من كفا نبريباريت كلش انصامبل نهجيت كلش ايون يفان اذي والي لا فيديو يجي سلي دي تاي اقلي بريباراسيون اللي قاطو يجي اذي روح على شان خالتي اتنجا وانتي دو سير خبز ابوني اتنجا وانتي دي لابون دافو فريمون اللي قاطو يجي تسوجدن تسانت تزدانين اختارنتي لك مبارا كشمث على شاني سوالي تلاروس. واللي بغى يشوف الفيديو كامل يروح للقناة ديال خالتي، راني حطيت لكم رابط قناتها في صندوق الوصف. دارت التحضيرات ديال عيد ميلادها كامل وفيديو اخر تلقاو لي غوسان وسي مانيفيك جاتو. بروفيتي عسينو يخالتي شتوزي العمري مني كي كل لافامينو نتمني يمسي والخير ان شاء الله تصوض الفغي بوليم ان شاء الله شاك يعني يتيلي ريذنا وتيلي ريذنا بيا وبيا. ورانا وصلنا لنهاية الفيديو، حابة نقول لخالتي عيد ميلاد سعيد، ان شاء الله كل عام يلقاك بخير وتحقق كل احلامك وتوصل لأهدافك في الحياة تصوزي العمري ان شاء الله. نتمني على فيديو بوساقي تيني ونياجفون ايام كيكني وندني غو تسفل رقم في دي كومنتير الجام ايك ابوني لاشاني و ارتو فاه على فيديو نيان ان شاء الله. باي بايوث ورانا وصلنا لنهاية الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بسلامة.